السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كما راكم تشوفوا أجواء عندنا ربيعية، بصح كمام راه خاصة الأمطار، المونك بوكو دو، مي اون بو ريان دير اي اون بو ريان فيغ. الوغ سبحانه قادر على كل شيء. الوغ بالمناسبة طلعت خرجت هنا للسطح عندي، وبغيت نوريكم القصبر اللي غرسته هنا. في الحق غير وحده ما غرستهش انايا، مي راني يعني قلعت منه، وغادي نوريكم ان شاء الله. قعدوا معايا. وين القصبر اللي قلعته؟ والله ما شاء الله ربطة كبيرة ما شاء الله. غادي نوريكم من قلعتها. فوالا تاتاترا سبحان الله. هيا كي شتو كبر هنايا، هيا قلت عليه ما نقلعوش ونخليه باش يزيد يتكاثر. كما راكم تشوفوا هنايا هاني كاع قلعتو، راه باقي شويه هادو خليتهم، قلت اونسي جامي. شوفوا ما شاء الله، هاي راه نايض هنايا مع هاد ال في هاد ال في هاد الباز هذا كبير اون بوا. فوالا اون بوا، مي ما خفته الا ينحل لي درت له هاد ال. الوغ بغيت نشارك معكم هاد الفكره، والله العظيم اللي مالا غير من السطح عندكم قادرين تغرسوا قصبر معدنوس. اي على فكره المعدنوس راني غرساتو هنايا، مشاي لا هذا الورد مانيش باغيه نقلعو، غايدني والله. وين المعدنوس؟ وين؟ لا راكم تشوفوا مليح بعينيكم. والقصبر اللي قلعتو البي تاعو جو سي ميم با وين راه. المهم راني مخليه منو، هاي وين انا راني مخليه منو دي، يا راه هنا مي جايه لا مع لي نسقيه دائما. الوغ كبر بزاف ما شاء الله والله. وين هي دو بي دو كوريوندر؟ فوالا شوف سبحان الله ما شاء الله. كما قلت لكم قادرين غير من هكا من السطح عندكم تغرسوا وتاكلوا من القصبر تاعكم والمعدنوس واليمالا. وغادي نوريكم اوسي لي بي دو كومي سافي دو بو دو بوارو. فوالا اللي لا الوغ توجور كي يكبر كيما هكا، هذه من هذه تكبر نقلع ونطيب بها، نديرها في لاسوك نديرها. والله العظيم فوالا هذه هي، شاركت معكم هذه الاجواء الصباحيه عندي هنايا في السطح. وين لا لو بي تاع اوسي تاع المعدنوس، مي هذا شريته كيما هكا. راه واحد اخر بي تاع بواغوسي، راه تاني واحد راه يكبر هنايا تاع بواغو. وهنا راني غارسه هاد الطوماط، جو سي با لا دير ولا ما ديش. غادي نعطيها لجارتي هنايا، عندها حديقه، عندها بحيره، جا غدا تغرسها. فوالا الاخر داو عليا هذا التصوير، وهذه فكره غادي نقولها لكم بلي مالغري بيتيت اسباس مي يفو الواحد يغرس في دارو لماذا. والله شوف كي تشوفوا كيما هكا تقولوا سي با سي سي با سي، كيما تشوفوا تقولوا سي با، مي كي تشوفوا كيما هكا ما شاء الله. شوفوا حتى بدا يدير الزريعه لي غران بودور كيما نقولوا بالعربيه وبالفرنسيه. فوالا هيا ونشارك معاكم موسي هادي كيما راكم تشوفوا هكا لي غران هادو تاع شي ربي تاع الفلفله. فوالا قلت نغرسها اوسي نعطيها لجارتي، عندها تاني حايره هكا مزرعه تغرس فيها. ديجا بارح
ديت نقلتها درتها في ليكوب لي كيما هاكا. هاي هي انا بغيت نصور البارح وبعد ما كانش عندي وقت قلت معليش هاكا ندير هاكا لقطه هاكا. والله ما شاء الله، ما رايكم؟ فوالا كيما هكا غير اللي تكبر كيما هادي دون دو جوغ ولا تخوا جوغ غادي نديرها نقلها في فاس وحده في بو في كوبلي وحده اخرى ونخليها باش تنوض كي تكبر ان شاء الله. هنا ولي مالا فوالا اصبر في السطح ما شاء الله. والآن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.